إنها ثمرة صبر كانت أقرب للقبض على الجمر. هكذا قدمت الباحثة نادية العزاوي كتاب القابض على الجمر، مستلة العبارة من مذكرات قاسم عبد الأمير عجام التي تركها وراءه. الكتاب صدر مؤخراً عن دار الشؤون الثقافية، واحتفي به احتفاءً مميزاً في مقر جمعية دعم الثقافة التي يرأسها النائب والإعلامي مفيد الجزائري. نحتفي بالشهيد قاسم عبد الأمير عجام الذي طاول الظواهر الظلامية تطوقه متوعدةً وتخطاها بصيراً راسخ اليقين، ونحتفي بالكتاب الذي يستعيد الشهيد أبا ربيع حياً بيننا بفيض صفائه وحرارة قلبه وحبه للناس وولعه بالحياة، ونحتفي بالدكتورة نادية العزاوي الكاشفة أسرار قبض شهيدنا على الجمر والمسفرة في خاتمة رحلتها الاستكشافية عبر مذكراته ويومياته، انحيازها إليه وإلى كواكب الواهبين أمثاله، منادية الحالمين بالحق والخير والعدل في وطننا، أن لكم أسوة حسنة في مواكب الشهداء الذين سبقوكم إلى التضحية. ولد قاسم عبد الأمير عجام في منطقة لبسيب عام 1954، وتربى في أحضان عائلة شديدة التدين، وهو ما انعكس فيما بعد على شخصيته ذات الطابع الصوفي ورؤاه الثقافية التي انتصرت للإنسان. درس في مدينة الحلة وكان حاد الوعي أثناء طفولته، وانتبه باكراً إلى أن هناك صراعات سياسية في العراق، وأن منشأ هذه الصراعات هو التفاوت الطبقي بين الفقراء والأغنياء. لذا فإن انتماءه إلى الفكر اليساري بدا متوقعاً تماماً. انتقل إلى بغداد في منتصف الستينات ودخل كلية الزراعة وتفوق فيها، وجرب كتابة المقالات النقدية والقصص منذ ذلك الوقت. نقرأ في مذكراته: كنت في الصف الثالث الابتدائي أو الرابع حين كنت أذهب أيام الجمعة إلى دكان الخياطة الذي يملكه ابن خالتي، ويلتقي فيه عدد من شباب المحل، بينهم جارنا الأعز هادي أو هادي السيد كما كنا نلقبه، وكان قارئا نهما أشاد في بيته المجاور لنا مكتبة مدهشة في وقتها، وبينهم واحد من معارفنا وهو جندي لكنه يقرأ، وكنت أستمع لأحاديثهم التي تتردد فيها أسماء سياسية وأدبية وعناوين مجلات وجرائد، وفجأة يلتفت الجندي نحوي ليسألني: هل تذهب إلى المكتبة وتجلب لنا مجلة الآداب؟ لم أسمع بهذه من قبل، لكنني أطعت، وقد وضع في يدي مبلغا من المال مرعبا، إنه 120 فلساً ثمناً للمجلة. هل يعقل هذا؟ يوم تفضل الأستاذ مفيد واتصل بي وطرح فكرة أن يحتفى بالكتاب، وافقت لسبب واحد فقط، ما أردته احتفاءً بالكتاب بقدر ما أردته احتفاءً بقاسم، وهكذا كان عرساً قاسمياً لا ينقصه إلا حضوره الشخصي، وإن كان حاضراً ثقافياً وإنسانياً. شرفتموني بالحضور
وكل من سيقرأ هذا الكتاب، آمل شيئاً واحد، أن أكون قد قدمت صورة أقرب إلى الأصل، ومن خلف هذه الأمنية هناك محبة وجهد أسجيتهما في سبيل ذلك. تحية تقدير لكل أحباب العراق الذين ظلوا متمسكين بهذا الوطن رغم الجحيم الذي نعيش فيه باستمرار. الكتاب الذي أعدته وقدمته الباحثة نادية العزاوي هو الثاني الذي يصدر عن قاسم عبد الأمير عجام، لكن الجديد في هذا الكتاب هو سعته وإحاطته بمراحل نشوء قاسم عجام ابتداء من عام 1966، وهو العام الذي شرع فيه الشهيد في كتابة مذكراته.